بداية بدي أقول صوم مبارك إلى كل اللي بيتبعوا التقويم الغربي من المسيحيين يلي بدأ اليوم الصوم الكبير وبدأ باثنين الرماد، حيث توجهنا إلى الكنائس وقيمت القداديس منذ الصباح، ودائما هي إشارة الصليب بالرماد حتى نتذكر دائما إنه أنك يا إنسان من التراب وإلى التراب تعود، حتى نقول إنه كل شيء بهالدنيا فاني، بس يلي بيبقى هو كل أعمالنا يلي هي بتحكي عنا، وما تبقى الجسم فاني، تبقى بس روحية الناس، علاقاتهم، أعمالهم، وبالتالي أنا بتمنى صيام مبارك للجميع. وحبيت كمان مع بداية هالصوم إني هني رئيس كاريتاس لبنان الجديد الأب ميشيل عبود الكرملي، وقول شكرا للخروسكوف بول كرم يلي نحن وياه كثير تعاوننا، وبالتالي كمان بتمنى على المواطنين يساهموا ولو بفلس الارمله بكل صناديق كاريتاس رح تكون موزعه وين ما كان. بحيي المتطوعين نحترمهم، ومرات كثير يمكن هيك بقول فلس الارمله لانه بيجمع ولكن بيعطي كمان دفع لكثير من العائلات يلي خصوصا بهالمرحله هي بحاجه للرغيف، وكلنا بنعرف اليوم وضع المالي والاقتصادي والمعيشي للناس. معلومه. بمعلومتنا لليوم طبعا موضوع الكورونا يلي للأسف وصل على لبنان مثل ما وصل على كثير من البلدان الغربية متحضرة وغير متحضرة. الكورونا اليوم تستوجب منا ناخذ كثير من الاحتياطات، اللي ما عنده مناعة يقوي مناعته، ومش عيب إذا ما بسنا بعضنا، مش عيب إذا ما كنا بمناطق مكتظة ما حطينا كمامات. حبيت اليوم أقول إنه في ثلاث أنواع من الكمامات، طبعا هي أقنعة ضيقة مصنفة لختم الوجه وعزله كليا عن الخارج، بتحمي من يستخدمها عن طريق فلترة الهواء يلي بيتنفسه بحسب الدرجة يلي صنعت من أجلها هالكمامة. طبعا موجودة بأشكال ثلاثة وممكن رميها بعد الاستعمال في نصف وجه وفي وجه كامل. اللي بدي أقوله اليوم، انحكى كتير أنه صار في صفقة كمامات بالبلد وما عاد في كمامات وزاد السعر وإلى ما هنالك. أنا اللي بدي أقوله اليوم، بما أنه الدولة اللبنانية كل الوزارات اليوم معنية بهذا الموضوع، عم تاخذ إجراءات إن كانت بالمطار، إن كانت بمستشفى رفيق الحريري، إن كانت على صعيد مستشفيات أو مؤسسات أو شو ما كان، نسوى اليوم أنه ندعم هالكمامة، تتوزع هالكمامة على كل الناس، لأنه هي ضرورة أنها تكون موجودة حتى نحمي خصوصاً الناس يلي معرضة، يلي ما عندها مناعة، ويلي بالتالي ما بتخسر شيء إذا يعني كان معنا هالكمامة هيدي. وبتمنى على يلي تلاعبوا بسعرها ويلي بدهم يستفيدوا من الأوضاع مريت على صحة الناس وعلى سمعة البلد ومستقبل ناس كتار مجتمع ببلد، إنه كمان يكون عندهم شوية وطنية وما يستغلوا كتير أمور الناس بهيدي الحالة يلي كل الشعوب اليوم عم تاخد كل احتياطات وتساند بعضها. ومشكورة طبعا منظمة الصحة العالمية يلي جهزت لبنان إنه يكون عنا التجهيزات يلي بناخد فيها طبعا كل الاحتياطات خصوصا على المطارات. متابعة. بمتابعتنا لليوم بدي أتوقف حول موضوع الضمان الاجتماعي مع رئيس الاتحاد العمال العام بالإنابة رئيس حسن فقيه، يعطيك العافية. يسعد صباحك وصباح مشاهدينك، وصوم مبارك إن شاء الله. إن شاء الله لكل اللبنانيين. رئيس، منعرف اليوم أنه أنتم ممثلين في مجلس إدارة الضمان، واليوم مشكور الضمان أنه هالسلفات يلي انعطت مشان الضمان الاختياري بلش يندفع على 2018 وعرفته بدون سقف، يعني إذا كانت استمارة 100,000 أو مليون عم تندفع وهيدي الشغلة، ومش محددة بالأشهر، إنما طيلة 2018 شغلة أساسية. كمان هالسلفة اللي إجت للضمان العادي هيدي بتساعد شوي بهالحالة هاي، ولكن كان في تخوف إذا بدي أقول بموضوع ربط الاشتراكات
بموضوع الضمان، هل بعد وردي هالتخوف ولا تدخلتوا ولا شو صار اليوم حتى نحمي شوي هذا الموضوع؟ يعني طبعا مثل ما تفضلتي، مؤسسة الضمان الاجتماعي اللي بينضوي تحت بإطارة أو بتغطي صحيا حوالي 1,400,000 مواطن لبناني عم تأمن لهم الحماية الاجتماعية والصحية، هي مؤسسة لإلنا كلنا، بهمنا أمرها، بهمنا تضليها محصنة وتضليها قوية وتضليها عم تقوم بواجباتها على أكمل وجه. صار في تعميم يعني ملتبس، يعني بعتقد إنه صار في شوية استعجال من إدارة معينة بالضمان، من حدا معين بالضمان، إنه ربط التقديمات بالاشتراكات، وهذا موضوع بعتقد كان فيه خطأ شنيع، على يمكن كان بده يصير شوية ضغط على اللي عليهم الديون، نروح ندفعوا الديون للضمان، لأنه بالآخر إذا فضيت الصناديق بالضمان يعني منين بيجيب الضمان مصاري؟ هلا صحيح عنده كتله ماليه كبيره موجوده بمصرف لبنان، بس واشترى ذهب مؤخرا. نعم هذه تعويضات لهذه الخدمه. هلا هذا موضوع ثاني، موضوع انه تحويل 20% الى دولار، هذا الموضوع كان لازم يكون فيه سله عملات اصلا موجوده بالضمان، كان لازم يكون لمواجهة أي طارئ، كان لازم يكون في سلة عملات حتى ما يكون في أي مشكلة، ويجب أن يكون هناك استثمارات إذا بدي كمان كان بيقدر ضمان إنه يكون عنده مستشفيات، كان يكون عنده أسهم بأي مكان، لحتى كان عنده تجربة بمستشفى البترون للأسف ما كانت تجربة ناجحة، صحيح، وكانت اعتبرت الناس أنه كأنها إعاشة 100%. فلذلك كان لنا موقف نحن بالاتحاد العمالي العام صارم بهذا الموضوع، لأنه لم يؤخذ القرار بمجلس إدارة الضمان، وإنما أخذ قرار إداري صغير بعتقد صار فيه استعجال، تم التراجع عنه بعد موقف قاسي مننا، لأنه هيدي ما بتصير أبدا ولا بأي شكل من الأشكال، لأنه اعتبرناه إجراء تعسفي بخالف القانون وبخالف فلسفة الضمان. نعم. اللي أنشئ من أجل إلغاء تسلط صاحب العمل يعني على العامل بالتقديمات الاجتماعية. رئيس، نعم، بما أنه يعني طويت هذه الصفحة الحمد لله، بس في موقف تاني، أنه كلنا بنعرف اليوم قديش في بطالة، صار قديش في ناس صارت عم تقبض جزئيا، قديش في مؤسسات أقفلت، وقديش في تهافت على الضمان اليوم مشان تعويضات. هل يعني اليوم قادر الضمان يلبي الكل؟ وبالتالي هالمؤسسات يلي كنت عم تحكي عنها يلي منا مسددة، هل ممكن جدولت ما يحق عليها للضمان؟ ممكن جدولتها لأنه كمان يمكن عم بتمر بظروف معينة، في منا فكرة ولا لا؟ هيدا شيء كنا حكينا نحن والوزير كميل أبو سليمان، ولما شكلنا لجنة الطوارئ وتمنينا على أصحاب العمل مثل ما تفضلتي حضرتك قبل شوي، إنه هذه لحظة تضامن وطني، يعني لا فينا نشتغل حسب المسطرة ولا فينا نشتغل بالتشفي، بهاللحظة هذه بدنا لحظة تضامن وطني، صحيح، حتى لو كان مثل ما قالت معظم التقارير، إذا كان من 50,000 ل 60,000 اللي خفضت رواتبهم جزئيا، نحن بنتمنى يصير هيك ويصير في تفاهم بين العمال ورب العمل، إذا كان ما بقى يتحمل ليضلوا موجودين بالضمان مغطيين صحيا، ويضل في عندهم شيء يعني يمشي الحال، لأنه بالآخر إذا لا سمح الله صرف من العمل يعني بيروح على الشارع، يعني يوم 100% 100% بظرف مثل ما عم تتفضلي، كان ناقصنا الكورونا اليوم، يعني لو ما يصير تدخل على أعلى المستويات من مرجعية كبيرة، يمكن كنا الصبح صبحنا بلا خبز، يعني المصايب عم تجي وراء بعض البعض. فلذلك أنا بقول بدنا يعني لحظة تضامن وطني كبير حتى نقطع المرحلة الصعبة. نعم. هل أنت مع كرئيس اتحاد عمالي عام سلة غذائية محددة مدعومة حتى الفقير ما يحصل له لقمة الخبز، يحصل له الغذاء الأساسي؟ هل مع أنه نعنا ندعم سلة غذائية؟ لأنه أنا صراحة بالبرنامج عم بطرحها من الحلول حتى نقطع هالمرحلة الصعبة على الناس. هيدا الشيء اللي أريدت أقول لك إياه، نحن بنروح من وقت لوقت، بيكون في مؤتمرات بمصر
وبنشوف زملائنا بمصر. نعم. المواد الغذائيه الاساسيه رخيصه جدا بمصر، يعني حتى الفقراء كثير بيقدروا يعيشوا. ونحن هل ممكن بهالظرف هيدا انه كاتحاد تقوم بالمبادره او طبعا نحن ممكن نقوم بمبادره، وممكن نحكي مع وزيره العمل، ونحكي مع حتى وزير الاقتصاد، ونحكي مع كل المرجعيات. وهذه فكره مهمه كثير وفكره متقدمه كذلك الامر، انه ندعم السله الغذائيه اللي فيها 26 ماده اساسيه بيستعملهم المواطن بحياته اليوميه. يعني الاتكال عليك بيكون بقدرنا يعني كحل عنا، وسلمناكم الامانه هلا اني حتى تتبعوها. يعني مع كل المخلصين، وانتم منهم كذلك الامر، وسائل الاعلام باثارتها هاي المسائل الحقيقه كمان هي عم تساهم بمعالجه المشكلات، لانه بدنا حلول جديه وجذريه كذلك الامر، وان شاء الله نطلع بحلول بعد جوله صندوق النقد، يعني وفد صندوق النقد والوضع المالي. نعم. نحن على تواصل لكينا رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، على أمل أنه هالسلة الغذائية تتطور وتكون نافذة حتى نقطع هالمرحلة الصعبة. مثل ما برجع بقول، التضامن الوطني بكل ما نعانيه، من كورونا إلى وضع معيشي إلى مالي، إلى لأنه كتير مهم بهالظرف هيدا. عنا فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا واتصالاتكم على 04-444-4444. باخذ اول اتصال لليوم. الو. الو، تفضلي. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. صوم مبارك لنا ولك. ميرسي. مدام ريبيكا، انا كنت بس بدي انا اليوم علمني الخور كثير الصليب. بسيطه. مدام ريبيكا، انا بس كنت بدي اسالك بخصوص حمايه المستهلك. نعم. يعني أنا اليوم حضرتهم على الأخبار، كان في جولة اليوم للمراقبين. إيه؟ نعم، كانوا تحت بيروت. نعم. بس ما بعرف، أنا بس كنت بدي أسأل سؤال حتى أنت إذا بتسألين، يعني معقولة بكفي هيك كل منطقة يعني نهار بيبرموا محل أو محلين؟ يعني بدهم 3-4 أشهر ليبرموا كل المناطق. لا لا، يعني اللي عم بيصير بالسوبر ماركت مدام ريبيكا منه مقبول. إيه طبيعي. من حي لحي بتفرق 3-4000 ليرة الغرض، يعني كل واحد عم ببيع على ذوقه. لألك شغلة. نعم. أول شيء نحن اقتصاد حر، يعني نعم. في منافسة بالأسعار، بس مش معناتها اليوم استغلال وضع ونزيد السلعة 200% أو 100%. نعم. اليوم كلنا بنعرف قدي يعني الدولار كيف بالسوق السوداء قدي عم يلعب. نحن عم نطالب أولا تثبيت سعر الدولار. اثنين، نعم. هالجولات اللي صارت اليوم ببيروت مش معناتها وقفت بس كجولات، بكرة راح تكمل بعض مناطق، ولكن مراقبي الوزارة قليل عددهم صحيح، ولكن هني متواجدين وين ما كان. يعني أي اتصال يعني إذا حدا تلفن على حماية المستهلك وتشكى ببادروا بيروحوا بيعملوا إذا بدك زيارات فجائية. يعني هني مش واقفين ناطرين يعملوا هالجولة هاي ببيروت أو بغير بيروت. اليوم إجت هيدي الجولة بعد ما طلعت الصرخة أكتر، أنه وينك وزارة اقتصاد اللي بتعمل جولة بتحذر من خلالها كمان البقية، بس هي على مدار الساعة بتشتغل من خلال الخط الساخن. فهمت علي؟ بقى من هيك اللي بلاحظ أنه سلعة زايدة 200% أو 100% أو السلعة عم بجربوا إنهم كمان رايحة صلاحيتها، وهيدا كله فينا نطلب حماية المستهلك من وين ما كنا على الأراضي اللبنانية، لأن عندهم هن بالمحافظات عندهم مراكز مش بس موجودين ببيروت. برجع بذكر 1793 هو رقم حماية المستهلك، عم نحطه على الشاشة دايما حتى الناس ما تتردد وتتصل وتبلغ. باخد اتصال آخر. ألو. ألو. تفضلي. ايه بونجور مدام ريبيكا. ايه بونجور. بدي احكي اليوم عن اللجنة الفرعية اللي مجتمعة لتدرس تعديلات. ايه اليوم بالمجلس النيابي. صحيح. ايه نعم. نحن اول شيء في كملكين، ودايما بدي احكي باسم الملكين، في عنا حرية الملكية بيكفل الدستور، في عنا قانون الموجبات والعقود يلي بيكفل حرية التعاقد.
نحن بنرفض اي تعديلات جديده. بال 2017 عدلوا لهم بالقانون الاجارات اللي صادر 2015 بعد لهلا ما تطبق وما تنفذ، عدلوا لهم فيه بال 2017، طلبوا المجلس الدستوري 200 وفقره، عدلوا لهم المجلس النيابي اكثر كمان لمصلحه المستاجر اكثر من المواد اللي طلبوهم المجلس الدستوري تعديلهم، وهلا عم يجي تعديلات جديده. طب المالك هن عندهم كبار بالعمر بيقولوا نحن عندنا كبار بالعمر وناطين نستفيد من املاكنا، ما بقى نتحمل اي تعديلات زياده لصالح المستاجر. حق السكن بتامن له اياه اولاده واحفاده واولاد احفاده صاروا بالبيوت، واللي ما عنده حدا الدوله مجبوره فيه مش المالك القديم. نتمنى على لجنه الاداره والعدل ما بقى يمشوا باي تعديلات جديده، بيكفي التعديلات اللي بال 2017. ونحن بنطالب كمان انه ومنعطي ملاحظه انه اي نائب حيطالب بهالتعديلات ما رح ننتخبه. نحن المالكين صرنا حسب الاحصاءات اللي صدرت من وزاره الماليه اكثريه ما رح ننتخب ولا حدا نائب بيرجع بيعدل لمصلحه المستاجر. بالنسبه للاتحاد العمال العام اليوم كمان عنده بجلسه على جدول عمال، وحسب ما فهمنا دراسه قانون الاجارات، نتمنى عليه ما له علاقه الاتحاد العمال العام باملاكنا، ما يتدخل باملاكنا، يتدخل بس الاتحاد العمال العام بده يحمي كمان الطبقه العامله يلي بدها كمان هيدي، لانه حق السكن نعم نحن كمان طبقه هيدي شغله كثير مهمه، يعني ما فينا نقول له انت ما لك حق تتدخل، لا بيقدر يتدخل. نحن كمان طبقه عامله وفقيره مثل ما عم يدافع عن المستاجر مش عن المالك. انا ماني عم دافع عن مالك ضد مستاجر او مع مستاجر ضد مالك، ما بدي ارجع فوت بهالدوامه هيدي. انا اللي بدي اقوله اليوم حق السكن هو مقدس، وعلى الدولة اللبنانية ترعى المالكين القدامى وترعى المستأجرين. أنا ما عم فوت طرف مع الاثنين، عرفتي؟ هلأ أهلا وسهلا فيك لفتي نظري اليوم، أوكي، وأنا بعد بلفت نظر أكتر أنه هالصناديق يلي انحكى فيها وهاللجين ويلي انوعدنا أنه خلص أخدت أماكنها بالسرايات وبدهم يبلشوا يستقبلوا، ما بعرف وين صارت. كمان ما فينا كمان نوعد الناس بتطبيق قانون ناطرينه من زمان، وكمان بس بده يجي نطبق كل بنوده ويصير في إخلال بالوضع، يعني كمان هيدي نقطة لازم نفكر فيها. أهلا وسهلا فيك على كل حال. باخد اتصال آخر. ألو. ألو. أهلا مدام، تفضلي. ألو. تفضلي. مدام ريبيكا. نعم تفضلي. معك ليلى خويري. أهلا مدام ليلى. بدي إزعجك باستشارة. تفضلي. من المعروف. تفضلي. أنا كنت أعلم قبل. نعم. وكنت مضمونة. وقت اللي اتقعدت يعني اكيد خدت تعويضي، مش ما بقبض تقاعد يعني. نعم. فت بالضمان على اسم ابني. نعم. الضمان الصحي. نعم. على اسم ابني. بعد 3 سنين بيصير في تحقيق. نعم. بيقولوا لي انت جوزك بيقبض تقاعد من نائبة المحامين، لازم هو يضمنك. نعم. دونك بنائبة المحامين ما في ضمان. وأنا كنت مضمونة مع المعلمين قبل. نعم. السؤال، في شيء جديد طالع بالضمان؟ شيء قانون جديد مش عارفينه نحن؟ هلأ بعد 3 سنين بيقولوا لي ما فيك تفوتي على الضمان؟ أوكي، يعني أنا علي أسأل لأنه بعرف لما بيكون من المهن الحرة، يعني بتكون يعني إن كان طبيب ولا كان محامي ولا كان بعرفتي، بتستفيد الزوجة من الموضوع. هلأ ما فيها تكون عندها ضمانين، بس أنا صراحة ما بقدر أعرف جواب على سؤالك، بدي أسأل، يعني ما بدي أعطيك جواب من عندي لأنه أنا لازم أسأل المعنيين تعطيك الجواب الصح. بقى من طبق أكيد نحن أنا رح أسأل بالموضوع وبجاوبك. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو. تفضلي. أنا بعدي نطر على الخاتمة. ايه تفضلي تفضلي، أنا صرت معك، تفضلي مدام، حضرتك على الهواء، تفضلي مدام. بونجور. بونجور، تفضلي. ايه بالنسبه للضمان الاجتماعي. نعم. نحن عندنا دواء خاص، حاله خاصه. نعم. قلنا من تشرين الثاني مش قابضين ولا فرنك، صار بدنا شي 4-5 مليون. إيه لا هلا بالمراكز بلشوا يدفعوا مدام، والاولويه هي للادويه المستعصيه والمزمنه، لازم بس تروح. احنا من تشرين الثاني يعني هلا بلشوا، يعني ما نحن قلنا جمعه بنقول الضمان الاختياري بلشوا يعطوا، والضمان العادي من جمعتين بلشوا بكل المراكز، كل المراكز صار يعني اخذت سلفات وعم تدفع. والحالات الخاصه الاولويه لها،
يعني بدك تروحي على فرع الضمان اللي انت حاطه كتاب على له وبتقبضي، حلت المشكله ان كانت بالضمان العادي ولا بالضمان الاختياري مدام. اوكي، والاولويه هي للامراض المستعصيه والمزمنه الحالات الخاصه. باخذ اتصال اخر. الو 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 تفضلي. مرحبا. مرحبا. أنا رفعت شكوى بوزارة التربية. نعم. بتسعة تموز. نعم. ولليوم ما حدا رد لي خبر. شو فحواها؟ فحواها إنه أنا انصرفت من مدرسة صرف تعسفي. نعم. ورفعت لهم بالوزارة وحكيت مع رئيس مصلحة التعليم الخاص. نعم. لليوم ما حدا اتصل فيي وقال لي إنه شو رقم المعاملة تبعك مدام؟ رقم المعاملة عندك 5997. مهم. 11 أو 12، مش واضح الرقم الثاني. أوكي، ذكر. أنت لوحدك انصرفتي ولا أنتوا مجموعة قدمتوا؟ أنا لوحدي. لوحدك، أوكي. ايه؟ خليني أشوف شو وضع المعاملة وبحكيك. كمان اتصال. ألو. ألو. تفضل مسيو. بس إحنا بدي أحكي معك موضوع كتير مهم. كمال صحة النور. نعم. بطرابلس. ايه اهلا. من وقت الثورة، من اول الثورة هن قاطعين الطريق بالخفان، يعني عاملينها كمركز سياحي بس متكسرة، يعني ما فينا عم نطلع، عم نتشمطط بطلع على الجامعات، عم نتشمطط بنروح على الشغل، والمقر يعني هيدي مثل الداون تاون تاعت السيتي. يعني انت يعني ما في حل ابدا لإلها لتنفتح هيدي الطريق، يعني ما عم نلاقي تكاسي، ما عم نقدر نتنقل، ما عم نقدر نروح محل. أوكي. يعني على الجامعة بدنا ساعة لنوصل. يعني على طول مأخرين. يعني أنت عم بتطالب من ساحة النور يكون في طريق تنفتح طريق. تنفتح الطريق، مسكينا بالحجران، يعني عاملينها بس كقهوي بس، يعني ما ثورة، ما في ثورة، بس مسكينا وعاملينها. لا في ثورة، لأني ما بدنا نلغي الثورة، في ثورة بس في ثورة بس ما في ثورة تحت بس. يعني إيه فهمت عليك. صار منتجع سياحي. فهمت عليك، هلا أنا ما بدي أحول الثورة لمنتجع سياحي وغير، بس أنا بدي أقول إنه لازم نحن كمان نريح الناس. لأنه الثورة هن الناس، والثورة هي ضد الفساد، ضد قطع طرقات، ضد كتير أشياء. يعني أكيد إذا هذا الموضوع عم بيأثر على سلامة المرور، على تأخير، على جدوى اقتصادية، أكيد مفروض ينفتح طريق من الطرقات حتى الناس تتحرك. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو بونجور. بونجور تفضلي. مدام ريبيكا. نعم تفضلي. عم بحكيكي، انا مواطنه لبنانيه اصل، من يعني من زمان هجروني من 14 سنه لبرات البلد، وعم بحكيكي بس من حرقه قلب انه كل هيدا الاشياء اللي عم بيصير بلبنان، وبعضهم عم يبعثوا لنا طيارات من بلاد فيها كورونا، مش حرام عليهم؟ عن جد مش حرام؟ يعني بس حرقه قلب عم بحكيكي، يعني ما بعرف انه بيقولوا لنا، انه كانه عم بيقولوا لنا خذوا هيدي كادو. لقلك يعني ما بعرف شو بدي، لقلك شغله، لقلك شغله، الكورونا يعني اليوم. يمكن كان حظي حلو انه فليت من 14 سنه وعرفتهم قبل. مدام حضرتك وين هلا؟ باي بلد؟ انه هن كلهم بلا ضمير. مدام باي بلد حضرتك هلا؟ بريطانيا. فيها كمان كورونا. اوكي، بس انه يعني بالبلدان بس الفرق عم بيكون فيها كثير، عم بيوقفوا السيارات. الفرق بيننا وبين بريطانيا وغير بلدان تحترم حالها، انه لما طلعت بلشت فيروس الكورونا، بس بلش كان مفروض لبنان ياخد احتياطات مثل كل البلدان اللي أخذت احتياطات، لأنه نحن ما وقفنا السفر، نحن والناس بتروح وبتجي، يعني أكيد هي بتنتقل مع الناس، ونحن قلنا ما بتنتقل على الأمور السطحية، يعني على أغراض على هيك، بس على الناس أكيد بتنتقل، خصوصا اللي عندهم مناعة واطي. من هيك كان مفروض ما ننطر تصير أول حالة ويصير عنا حالة يعني استنفر ونشوف شو بدنا نلحق نعمل. هيدي معك حق فيها، كان مفروض من وقت ما بلشنا نسمع بهذا الفيروس يلي عابر القارات، انه نحن كمان كنا عم ناخد كل الاحتياطات اللازمة الجدية مع تجهيزات مع غيره. بهالناحية معك حق، ولكن برجع بقول اليوم للأسف صار عنا حالة، اليوم في استنفار وطني، ومفروض يكون في كمان تضامن وطني. إذا بتتوزع الكمامات على الناس بيكون أفضل ما أنه بعض التجار يخفوها ويغلوا لها سعرها، هذا منه تضامن وطني، وبناخد كل احتياطاتنا حتى نحمي حالنا. باخد اتصال كمان. الو. الو. ايه تفضل.
الو بونجور مدام. بونجور. من بعد امرك بس بدي استشيرك بشغله. تفضل. عم بمنطقه برج حمود. نعم. بقول الفالي تبع الباركينج. ايه. هول على الطرقات. ايه. هدول اليوم بلشوا. ايه. مع اساس كانوا عم يحكوا بالاخبار انه بعد ما في مناقصه. مشان مش الفالي مشان البارك ميتر. ايه صحيح. اوكي خليني اسال عنها اذا لانه في بعض المناطق بعدها ماشي فيها، في مناطق وقفتها. عرفت مثلا جوني بعده ماشي ما وقف ابدا، زلقه وقفوها، يعني في مطارح ماشي في مطارح واقفه، بس اكيد هيدي ادارتها وحده، لازم يكون قرار واحد وين ما كان، او ماشي او مش ماشي. خليني اسالك عن الموضوع وبجاوبك اكيد. صوره اليوم نشوفها سوا. هذه الصورة هي على مفرق يعني شارع أوغست باخوس على الدورة. هلأ هي منا اليوم بس ما بعرف إذا تصلحت ولا لا، بس لفتتني إنه نشوف ضوء أخضر وأحمر سوا وشو بيعمل اللبناني. إن شاء الله من يومين هي كانت هيدي، إن شاء الله تكون تزبطت. يعني أنا عم بلفت نظر أكتر حتى تتزبط ما تتكرر، لأنه هي بتعمل كتير حوادث، وإذا عملت حوادث مين بتحمل مسؤوليتها؟ بعطيكم موعد بكرة دايما مع الام تي في الحل عنا. بكرة هو اليوم الوطني لمكتومي القيد، يعني وأنا مستضيف رئيسة اللجنة المحامية أليس كيروز سليمان حتى نشوف كيف بدنا نساعد الناس اللي بعد ما عندهم هوية يصير عندهم هوية واسم ويكونوا شرعية. إلى اللقاء.